اوكي، مرحبا معكم استاذ راني احمد. هذا الدرس ال 18 بدروس البرمجه بلغه هاسكل. بهذا الدرس راح نحكي اكثر عن الفانكشنز وتفاصيل اكثر بالفانكشنز. بهذا الدرس نحن بنلاحظ انه في عندي طريقه استعمال let مع ان في مقابل اي فانكشن مع الوير. يعني لو بدي اجي انا مثلا اعرف هون فانكشن، اوكي هي سكون انتجر مع انتجر، اوكي فانكشن اف، اوكي وعلى جنب محطوط زي ما شايفين هون منفصل عن زد، اوكي فطبعا بدنا نعرف اول شيء اف وبعدين نعرف زد ونحط كمان كل تعريفات الانواع. ولكن فينا كان بالكود ببساطة كان فينا نستعمل زد اوف اكس، اوكي ببساطة هيك ونقول له خلي اف لت اف، يعني خلي اف هي شو اكس زائد 3 بعدين وين ب اكس زائد 2 ب اف زائد 2. يعني كاني عم اقول انه زد اوف اكس بتساوي اف زائد 2، اوكي مع اعتبار انه اف هي بتساوي اكس زائد 3. طيب الطريقه الثانيه اللي هي بتستعمل فيها وير، خلينا ننزل شوي بس لاني كاتبها تحت انا هون، يعني فينا نقول مثلا، طبعا هي غلط هون كتابتها، المفروض احطها فوق، انا فوق المين الفانكشنز لحال وال يعني تعريفات الفانكشنز بتكون لحال، بس احنا بس على اساس انه بدي افرجيكم طريقه الكتابه بس مش اكثر، مش هم الكومبايلينج. فبتطلع انه زد اوف اكس بتساوي اف زائد 2، كويس اللي هي بتكون انه اف بتساوي اكس زائد 3. عرفتوا كيف؟ يعني انا حطيت خلي اف بتكون هيك داخل شيء تعريف للزد، او بتكون الزد هي التعريف بينما انه الاف هي شيء، اوكي طبعا الاف بالتعريف. هيدي احد الطرق. طيب الطريقه الثانيه اللي هي الشغله الثانيه قصدي الموجوده عندي بالنسبه للفانكشنز اللي هن مسميهم هيدي الطريقه هون، اوكي كيف نحن بنخلي اللت داخل اف ستيتمنت، اوكي جملة اف عالطاير عم بحسب المتغير اللي بدي اياه هون، اوكي عشان شقفة الذن من قلب الاف، اوكي فبتطلع معي هون انا بقول تي اوف اكس اللي هو دبل بيعطيني دبل، اوكي اذا كان اكس اكبر من صفر، تمام اذا حدث انه اكبر من صفر اكس عفوا قصدي لت ال اس كيو، اوكي هو لوج اوف اكس باور 2، يعني جيب اللوغاريتم تبع اكس وضربه بحاله، اوكي وبعدين على اعتبار مش رح احط ان انه ال اس كيو هي داخل التانجنت فانكشن هون، اوكي فبالحساب تبع تانجنت ال اس كيو لانه احنا بكون بحاسبها هون، اوكي بضربها مرتين دغري على الطاير مع ساين اوف اكس، تمام هاي كانه عم بعمل بالسي بتفتح انت الاوس وبيز وبتحط مثلا شي فاريبل اكس وبعدين بتعوضه بمحتوى تاني فبتعمل ريتيرن على الاساس هذا انه مضروب باكس. اوكي يعني اللي بيعرف سي بيفهم علي على الطاير شو انا عم بحكي، او جافا واتش ايفر مش مشكله. هلا والس تعطيني زيرو، انه بتعرفوا انتم بالهاسكل لازم على الجهتين الذن والالس لازم يكون اثنيناتهم مذكورين، ما فيك تتخلى عن وحده. طيب شغله ثانيه هاي موجوده بالهاسكل بنسميها اللامدا فانكشنز. اللامدا فانكشن هو بالانجليزي انونيموس فانكشن، انونيموس معناها مجهول، فمش مش مضطر يعني اعمل له اسم. يعني هدول انا دائما فانكشنز بقول تي اوف اكس، عندي اف اوف اكس، عندي زد اوف اكس، دائما في عندي اسم للفانكشن، تمام. هون بهالطريقه هدول نسميهم لامدا فانكشن، اوكي دائما لامدا فانكشن ببلش بالشرط المائلي على اساس هذه اقرب شيء لحرف اللامدا اللي هو بيجي الشرط المائلي وشرطه هيك صغيره اللي تحت، اوكي فهذا هو رمز اللامدا فانكشن. فبقول لك انه هذا الفانكشن بياخذ اكس واي وبيعطيني جمعهم، اوكي طبعا الفولد رايت او الفولد ليفت طريقه كتابتها هي بدها تاخذ فانكشن في الاول بتاخذ الرقم الزياده اللي هو راح يزيد على الفانكشن اضافي بعد كل العمليه الجمع، لانه انت عندك هون فانكشن بياخذ
متغيرين، فلازم اخر شيء تضيف شيء للفانكشن بعد الفولدنج، بعد الضب كله هذا للسته 1 2 3. طبعا هي لازم يطلع معك المجموع 6 اوكي، القيمه تبعها فولد رايت. طيب هاي الطريقه من الطرق بكتابه لامدا فانكشنز اوكي. هلا كمان عندنا في شيء بنسميه السكشنز. السكشنز هي بتاخذ جزء من الفانكشن وبتعطيه اسم. مثلا بنعتبر انه طبعا احنا بنستعمل ماب. هلا الماب بتاخذ فانكشن وفي الضرب مثلا اللي عم بيعمله تمام، وفي عندي هون مفروض هون اوكي يكون في عندي مطرح عم ضوي، في عندي ليست هون. هلا بس الشقف اللي قبل الليست اعطاها اسم سماها multiply list by x اوكي، هو اوتوماتيكيا راح يعوضها بماب اوف x ضرب هاي الضرب هون على اساس انه x هي ضرب شيء اللي حيجي ورا، فهون فارغه اوكي. فبس تعوضها بدك تعوض هون معها المتغير، فاوتوماتيكيا راح يصير عندي انه بدل ما اكتب map of x times وبعدين احط هون list، لا فينا استعمل سير باسم اخر هو multiply list. ها خلينا نجرب هاي الطريقة اوكي. مثلا let multiply list of m of x مثلا طيب بتساوي map x times اوكي. بس ببساطه هيك. هلا انا شو بجي بعمل؟ بقول multiply 2 بعدين بحط له 1 2 3 1 2 3 اوكي بتطلع الضرب. شايفين كيف انا ما كملت بالحساب كل الجمله تبعيت ماب. ماب بدها بعد هون بعد الضرب بعد اشاره الضرب بدها لسته، فهذا بنسميه سكشن مقطع اوكي من من الكود تمام. هلا بيجي بعد هيك عندنا شغله بنسميها هون تحت. دائما نحن لما بنكتب الحساب عمليات الحسابيه بنحط بالعاده بالطريقه اللي متعودين عليها بشريا اللي هي 1 زائد 3، او بطريقه هاي بنسميها طريقه الانفكس لانه العمليه الحسابيه صايره في النص ان داخلي اوكي. هلا ممكن كمان نستعمل طريقة prefix، هي شوي بيستعملوها بالليست كمان ليست لأنه بحطوا طريقة كتابة الحساب بهالطريقة، فبكون بتعتبر أنه الإشارة الزائد هي function بتحطها بين قوسين، هي شرحناها المرة الماضية، ولكن هون عم بحط 1 و3 هن عملية جمع. طيب هلا الحلو بهاسكل أنه نفس الفانكشنز اللي أنا بستعملهم تمام فيني أحطهم كمان هن انفكس. يعني في عندنا فانكشن اسمه الم. الم يعني بقول لك بالانجليزي از element اوف، يعني هل هو عنصر من هالليستا، يعني هل الواحد هون حسب المثل اللي عندي اياه هو جزء من الواحد 2 3، فاذا طلع صحيح طبعا راح يعطيني ترو اوكي. هذا مش من الكود السهم ولا ترو، بس انا عم بخبركم وهي تطلع ترو. يعني اذا جربنا على البريلود عفوا اوكي بتطلع ترو اوكي. اذا حطيت مثلا 5 اكيد فولس تمام. هلا بس انا اذا بدي فيني احط هيك شايفين كيف؟ يعني حطيت لو رجعنا بس على المحرر احسن بكون انا هيك حطيت الالم وين صارت واللي هو فانكشن اصلا بالنص تمام. ليش؟ بس احط له الباك تكس هذول الاحرف اللي هن اذا عندك كيبوردك العربي بتطلع على حرف الذال، في بالانجليزي لما تحول الكيبورد على الانجليزي بيطلع هاي الباك تك هاي الفتحه تمام، او عند حركه الهمزه بالكيبورد هي الزر اللي تحت الاسكيب مباشره تمام. ف هذه هي الباك تك، هاي كيف نقدر نعمل الحساب على الطاير بعد الكود.
فهذا كل شيء عن الفانكشنز لهذا الدرس. أرجو أنكم تتابعوا معي عبر الضغط على زر السبسكرايب وتكبسوا كل اللايكس والدعايات وكل شيء مشان نتابع في شرح هذا الكورس. وشكرا.